شكرا. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر السلطات المحليه بصفه عامه على هذه المبادره الجيده. انا كمواطن مراكشي قبل ما نكون عامل في هذا السوق كنشكر السلطات المحليه على هذه المبادره، لان السوق الحمد لله ولا متسع كيف تشوفوا كيف جايبان لك، لانه هنا كانت زحام كانت الفوضى كانت الحمد لله دابا كاين اتساع، كاين من يدوز اي واحد الصندوق ولا جوج كاين من يخدم، اي زائر جا للسوق الحمد لله تيشوف هذا الاتساع هذا كيفرح، لانه ولا سوقنا مدرج كيف كان هكا تنطلبوا ومازال تنطلبوا التحسن. وكنشكر السيد الوالي على هذه المبادره والسلطات المحليه بصفه عامه والقوات المساعده وجميع الاخوان المساهمين في هذا الشيء، لا اداره ولا رجال ولا رجال امن ولا قوات مساعده ولا السلطات المحليه بصفه عامه، لانه هذا الشيء تيفرح بصفه عامه، هذا الشيء تيفرح، هذا الشيء اللي كنشوفوا الحمد لله شيء يفرح يفرحنا كمواطن مراكشي قبل ما نكونوا عاملين في هذا السوق، لانه مبادره جيده. وكنتمنوا ان من هنا لقدام كعاملين في هذا السوق حتى حنا نديروا ليد مع السلطات المحليه ونساهموا في تطوير هذا القطاع، هذا قطاع حيوي الحمد لله، خصير الناس اللي تعاون اللي تفليت لا تجار ولا النقاله ولا حتى الناس اللي خرجوا على برا من دوك التريبوطوات، لانهم الخدمه ديالهم على برا ماشي لداخل، لانهم هما بقاو على برا تيهزوا الاسواق الاخرين اللي على برا، حنا الدور ديالنا تيكمل داخل السوق تنخرجوا لهم شي تيكمل شي الحمد لله، هما تيهزوا على برا حنا تنخرجوا لهم على برا، ما عندنا شي مشكل معاهم ما عندنا حتى شي حاجه. حنا الهدف ديالنا هو هذه المبادره الجيده اللي لقينا الحمد لله، ان السوق ساعات السوق ما بقاتش فيه الفوضى، تنتمناو انه هذيك الفوضى كان بعض الجهات قال لك بانه كانت فوضى وريبورتورات، اش تقول لك؟ بالفعل كانت فوضى، لانه كانوا كون كنتي من قبل وجدتي شي هذاك غتلقى بانه ماشي سوق هذا طعم مدينه مثل مراكش، تقول سوق اسبوعي ربما سوق اسبوعي يفضل منه، لانه كان في واحد الحاله مزريه في العقبه دوزي على راسك ما تلقاش منين تدوز. دابا حاليا الحمد لله على الاقل بعدا تنشوف بان الطريق تسعات ولا الكاميون تدور، شوف الكاميون خارج بحريه كان ما كيخرجش بحال هكا، كان هكا ما غاديش يخرج ما يلقاش من يخرج، خصو يتسنى حتى الجوج عادي يخرج، لانه كانوا السيارات الهوندات كانت التريبورتوات كان الحمد لله. تنشكروا السلطه المعليه على هذه المبادره وكنتمناو انه تم هذه المبادره وتزيد ان شاء الله استمر هذا الشيء هذا، نعم ماشي واحد الاسبوع وعاود داك الشيء يحيد، وين هذا الشيء بقى ديما ماشي ربع ايام ولا خمس ايام وعاود ثاني رجع داك الشيء كما كان، وين هذا الشيء بقى ديما. سعاده القائد ونشكروا سعاده الباشا وسعاده الوالي وتنشكروا جميع السلطات المحليه السلطات هي اللي وجميع باسم جميع معشوات لا تنشكروا كل شيء، تنشكروا سيدنا الله ينصرو وبهذه المبادرة التنمية البشرية، وتنشكروا سيدنا لأنه كان السوق ما كانش فيه الطريق، حنا بروسنا والله لا تنتجنبوا تنكونوا شارجين وتنتجنبوا الموتور باش يدوز، نهار السبت وقعت حادثة أنا جايب الشاري ومشارجي وتجنبت عليه علموا الموتور وضرب واحد الشيراني ولاحوا عند مولى الربيع، وسمع كلمة الله يصالح.